خارجية. فمن تبعات كورونا إلى تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، استطاعت السياسات الاقتصادية والمالية المصرية التعامل مع كل هذه الصدمات والتي طالت اقتصاديات كل دول العالم، وكثيرة هي قصص النجاح المصرية في مواجهة هذه التحديات وفي تحقيق إنجازات تاريخية وغير مسبوقة ومتواصلة في تنفيذ مشروعات تنموية عملاقة تشهدها كل محافظات الجمهورية، ليقدم الاقتصاد المصري دليلاً على جهود الدولة في تهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية. واليوم نشهد افتتاح عدد من المشروعات القومية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونبدأ يومنا بكلمة للمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحضور الكريم، يسعدني ويشرفني نيابة عن جميع العاملين في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن أرحب بسيادتكم اليوم في افتتاح عدد من المشروعات التي أقامتها الهيئة تفعيلا لدورها في تحقيق التنمية الاقتصادية. سيادة الرئيس، لقد تشرفت الهيئة بزيارة سيادتكم في فبراير 2018، والتي أكدتم فيها على حتمية الدفع بالاستثمارات في مصر من الداخل والخارج إلى أعلى مستوياتها بهدف دعم اقتصادنا الوطني. ومن هذا المنطلق تحددت غايتنا زيادة حجم الاستثمارات في كافة القطاعات الاقتصادية بما يتناسب ومكانة مصر وما تملكه من مقومات جاذبة للاستثمارات الوطنية وإقليمية وعالمية. سيادة الرئيس، لقد ارتكزت خطة عمل الهيئة لتحقيق غايتها على 6 محاور رئيسية، واسمحوا لي سيادتكم أن أستعرض تلك المحاور في نقاط محددة. أولاً، التوسع في إنشاء مراكز جديدة لخدمات المستثمرين. فقد حرصت الهيئة على افتتاح العديد من المراكز لتحقيق الانتشار الجغرافي في مختلف المحافظات، خاصة محافظات الصعيد، تفعيلاً لمبدأ اللامركزية مع توفير أحدث طرق الميكنة والربط الإلكتروني بتلك المراكز. فخلال ال3 سنوات الماضية تم إنشاء 7 مراكز جديدة في محافظات الفيوم، المنيا، قنا، الوادي الجديد، الإسماعيلية، بورسعيد، جنوب سيناء، بالإضافة إلى مركز بمحافظة القليوبية جاري تشغيله بنهاية هذا العام، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمراكز 15 مركزاً على مستوى الجمهورية. وصل العدد الإجمالي للجهات الممثلة بمراكز خدمات المستثمرين إلى 67 جهة من جهات إصدار التراخيص. ساهمت خلال الفترة من عام 2019 وحتى الآن في إصدار ما يزيد عن 105 ألف ترخيص لتشغيل مشروعات، مما ساهم في الإشادة الدولية بأداء تلك المراكز في تحسين ممارسة الأعمال. ثانياً، تهيئة البيئة المنظمة لمناخ الاستثمار، حيث تم تفعيل حوافز الاستثمار والتي تضمنت حوافز تفضيلية للمشروعات القومية والاستراتيجية والمشروعات المقامة بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، وكذا مشروعات الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي وتوطين الصناعة وإحلال الواردات. كما حددت الحكومة إطارا زمنيا ملزما لكافة الجهات للبت في طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة وتشغيل المشروعات الاستثمارية، لتصبح خلال 20 يوم عمل بما يحقق سرعة البت في الخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد بما يحفز الشركات الناشئة في مجالات تكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات على تأسيس هذا النوع من الشركات. كما تم وضع ضوابط محددة تسمح بمنح الإقامة للمستثمرين الأجانب لمدة 5 سنوات وتجدد طوال مدة المشروع. ثالثاً، إعداد وتنفيذ استراتيجية جديدة للترويج لمصر عالمياً، اعتمدت بشكل أساسي على توجيه الاستثمارات
إلى قطاعات اقتصادية واعدة تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية وذات قيمة مضافة واستهداف دول وشركات عالمية وفق معايير محددة. وتم تنفيذ بعثات لطرق الأبواب لعدد من الدول العربية والأوروبية بمشاركة القطاع الخاص، وعقد لقاءات ثنائية مع ممثلي مجتمع الأعمال وكبرى الشركات العاملة في مصر لتشجيعها على إعادة استثمار أرباحها مرة أخرى. كما تم إطلاق الإصدار الثالث لخريطة مصر الاستثمارية، والتي تضم حالياً أكثر من 1130 فرصة استثمارية و92 دراسة جدوى، وتم طرح أكثر من 3700 فرصة استثمارية تشمل أراضي ومجتمعات صناعية كاملة المرافق، والانتهاء من الطرح الإلكتروني لعدد 17 تجمع تنموي بمحافظتي شمال وجنوب سيناء بواقع 1140 فرصة. وجاءت النتائج العملية بجذب استثمارات جديدة بمجالات اقتصادية هامة، خاصة صناعة الضفائر الكهربائية للسيارات والصناعات الدوائية والغذائية وصناعة الكيماويات وتصنيع الأجهزة المنزلية والصناعات المغذية لها لتغطية احتياجات السوق المصري والتصدير للخارج والإسهام في تعميق المكون المحلي وإحلال الواردات. كل ذلك كان له أثراً في ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر بنسبة تتجاوز 53% ليصل نحو 7.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2021-2022 مقابل 4.8 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق. ويرجع ذلك بشكل أساسي كمحصلة لارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية خلال ذات الفترة لتصل إلى 9 مليار دولار تقريبا وفقا لبيانات البنك المركزي، والذي يعد أعلى مستوى لتلك الاستثمارات على مدار العشر سنوات الماضية، وذلك على الرغم مما يشهده العالم من آثار سلبية ناتجة عن أزمات عالمية وإقليمية. رابعاً، العمل على حل تحديات المستثمرين، إيماناً بأن أهم وسيلة لطريق الاستثمار هي حل التحديات التي تواجه المستثمرين، فقد تم اتخاذ الآليات التالية: تكثيف جلسات اللجنة الوزارية لفض منازعة الاستثمار، وزيادة عدد الموضوعات التي تنظرها وسرعة الفصل فيها. ونجحت اللجنة في إنهاء 90% من إجمالي منازعات المعروض عليها منذ عام 2019، وخلال ذات الفترة تم تسوية 111 نزاع عن طريق الوساطة من خلال مركز تسوية منازعات الاستثمار بالهيئة. وعلى التوازي تم تنظيم زيارات ميدانية شملت 17 محافظة، وتضمنت عقد لقاءات مع المستثمرين لبحث كافة التحديات التي تواجه مشروعاتهم على أرض الواقع والتوصل إلى حلول فعلية لها. خامساً، تدريب وتأهيل كفاءات بشرية تجيد لغة الاستثمار وأصوله، ويأتي ذلك اتساقاً مع توجيهات سيادتكم الدائمة برفع قدرات العنصر البشري، حيث قامت الهيئة خلال العام المالي 2021-2022 بتنفيذ 105 برنامج تدريبي ومنحة دراسية لأكثر من 900 موظف عاملين بالهيئة بهدف تنمية مهارات التعامل مع المستثمرين، وذلك بالتنسيق مع كبرى المؤسسات المحلية والجامعات الدولية. كما حرصت الهيئة سيادة الرئيس على دعم الشباب ورواد الأعمال من خلال تقديم البرامج التدريبية وورش العمل للشركات الناشئة في جميع مراحل مشاريعهم، حيث تم تنفيذ أكثر من 650 برنامج منذ عام 2020 وحتى الآن. هذا إلى جانب تأسيس أكاديمية للتدريب بالهيئة لتنمية مهارات القائمين على إدارة الاستثمار بالجهات الحكومية، وتأهيل خريج الجامعات وشباب المصريين الدارسين بالخارج لإعدادهم لدخول سوق العمل، حيث تم تدريب 1100 متدرب من ممثلي تلك الجهات وشباب الجامعات. سادساً، تطوير المناطق الحرة والتوسع في إنشاء مناطق الاستثمارية، فقد قامت الهيئة بالعمل على تطوير المناطق الحرة وتوفير كافة عوامل النجاح لها، ويوجد حالياً 9 مناطق حرة عامة و204 منطقة حرة خاصة، وبلغ عدد مشروعات بها 1095 مشروع وتوفر حوالي 2200,000 فرصة عمل. وقد انتهت الهيئة من تطوير المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر ورفع كفاءة البنية الأساسية بها بشكل كامل، والتي لم تشهد أي تطوير منذ إنشائها في السبعينات، وتبلغ مساحتها 756,000 متر مربع، ووصل عدد مشروعاتها إلى 207 مشروع بنسبة إشغال 99%، وتصل تكلفتها الاستثمارية إلى 8.5 مليار دولار، وتوفر ما يقرب من 59,000 فرصة عمل مباشرة. وقد شهد العام المالي الحالي وصول صادرات المناطق الحرة السلعية الخارجية إلى 6 مليار دولار، كما بلغت صادراتها الخدمية 5 مليار دولار خلال ذات العام، وهو ما يظهر أهميتها في تعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي. وجنبا إلى جنب مع تطوير المناطق الحرة، تقوم الهيئة
بإنشاء المزيد من المناطق الاستثمارية باعتبارها نظاماً استثمارياً متميزاً يستهدف التنمية المتكاملة في مختلف المجالات، ويوفر للمستثمر أراضٍ ووحدات مكتملة المرافق، ويتسم ببساطة وسهولة إجراءات استخراج الموافقات والتراخيص من خلال مجلس إدارة المنطقة الذي تشرف عليه الهيئة. وقد حرصت الهيئة سيادة الرئيس على أن يكون هناك عقد موحد للمناطق الاستثمارية موفقا به كافة الاشتراطات الهندسية، وقد تم مراجعته واعتماده من كافة الجهات المختصة، وتم العمل به وفقا لتوجيهات سيادتكم. ويوجد حاليا 10 مناطق استثمارية قائمة تضم 1269 مشروعا تعمل في أنشطة متنوعة ما بين صناعي وتجاري وخدمي. سيادة الرئيس، نشهد اليوم افتتاح سيادتكم للمنطقتين الاستثماريتين ببنها وميت غمر، حيث جاء تنفيذهما اتساقا مع توجيهات سيادتكم نحو دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة واستغلال المزايا التنافسية بكل محافظة. ولتسمحوا لي سيادتكم باستعراض مؤشرات تلك المناطق. أولا، المنطقة الاستثمارية ببنها محافظة قليوبية، تم إقامة المنطقة على مساحة 46 فدان، وهي مخصصة للصناعات الغذائية والزراعية والأنشطة المكملة لها، وتوفر أكثر من 4500 فرصة عمل، وتضم المنطقة 147 وحدة صناعية بالإضافة إلى 16 منفذ بيع و18 مخزن و6 وحدات تبريد، ويتم تخصيص الوحدات بنظام حق الانتفاع لمدة 15 عام قابلة للتجديد. ثانياً، المنطقة الاستثمارية بميت غمر محافظة دقهلية، تم إقامة المنطقة على مساحة 18 فدان، وهي مخصصة للصناعات المعدنية والهندسية المتنوعة، وتوفر أكثر من 2500 فرصة عمل، وتضم المنطقة 107 وحدة صناعية، ويتم تخصيص الوحدات بنظام الإيجار لمدة 15 عام قابلة للتجديد، وقد تم حجز جميع وحدات المنطقة بالكامل. سيادة الرئيس، كلمة حق، ما كان أن يتحقق هذا، وأن سقف الطموحات لدى سيادتكم ولدى الشعب المصري لا حدود له إلا حينما توفر ما يلي: تأكيد الاستقرار السياسي والأمن والأمان الذي أصبح سمة أساسية لصورة مصر الذهنية عالمياً، التمهيد السياسي المتواصل من خلال جولات سيادتكم الإقليمية والدولية التي جعلت مصر شريكاً أساسياً في الأحداث العالمية الكبرى، توفير البنية الأساسية والتي تؤكد الأيام أنها أهم ركيزة للاستثمار والمستثمرين، وإلا ما كانت هذه المناطق الاستثمارية الجديدة ترى النور، التعاون والتنسيق الدائم بين كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، والدعم المعلن بجانب فخامتكم لتمكين القطاع الخاص. سيادة الرئيس، إننا نعاهد الله ونؤكد لسيادتكم باستمرار السعي على طريق البناء والإصلاح وتكريس مجهودات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لخدمة الاقتصاد المصري بما يتماشى مع متطلبات بناء الجمهورية الجديدة التي تضع مصر في مكانتها اللائقة بين شعوب العالم، وتفتح آفاقاً لمستقبل مشرق أمام شبابنا حيث ينعمون بغد أفضل وحياة كريمة. واستأذن سيادتك يا فندم في افتتاحات الفيديو كونفرنس. افتتاح المنطقة الاستثمارية ببنها محافظة قليوبية. المنطقة الاستثمارية بميت غمر محافظة الدقهلية. شكرا يا فندم. قدرة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية
يعود الفضل فيها إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تضمن إصلاحات مالية ونقدية استطاعت الحكومة من خلالها أن تضع الاقتصاد المصري على المسار الصحيح. الآن نقدم لحضراتكم فيلما تسجيليا بعنوان مسار واعد. تحت السماء الصافية ونور الشمس يتولد معنى الحياة. تنفتح شبابيك أمل بالعمل على كل اتجاه. مصر البهية قوية وقادرة على الطريق الطويل، واللي بناها شباب عارفين يواجهوا المستحيل ويبدلوا ليلها نهار بالتنمية والاستثمار. الاستثمار الدينامو الرئيسي لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، أداة تحقيق الازدهار بابتكار المنتجات والخدمات اللي بتساهم في زيادة معدلات الدخل القومي. ومن خلال رؤيتها التنموية 2030 فتحت مصر أبواب الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلقت المزيد من المناطق الحرة والصناعية واللوجستية والتكنولوجية. مناخ جاذب أدى لتحسين بيئة ممارسة الأعمال من خلال برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. كل ده بيأكد إن الاستثمار على أرض مصر أصبح نمط حياة. الدولة المصرية بتواصل تحقيق النقلة النوعية في المجالات الاستثمارية داخل 9 مناطق حرة عامة و204 منطقة حرة خاصة في عدة محافظات. ساهمت المناطق الحرة في إطلاق 1095 مشروع وقدرت توفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة، وده بيدينا صورة موجزة للجدوى الاستثمارية للنهوض بالمناطق الحرة ودورها في تحقيق الرخاء والتنمية على أرضنا الطيبة. في قلب القاهرة وداخل حي السفارات بمدينة نصر بنعرف المعنى الأمثل لمفهوم المناطق الحرة اللي تم إنشائها وفق منظومة متكاملة للمرافق والخدمات بتحقيق متطلبات 207 من مشروعات الغزل والنسيج، الملابس والمفروشات، الصناعات المغذية للسيارات، الطباعة والنشر، الأدوية، وكتير من الأنشطة الخدمية واللوجستية. وبكده نجحت المنطقة الحرة بمدينة نصر إنها تفتح أبواب الرزق وتوفر 59 ألف فرصة عمل لشباب مصر. خلال 8 سنين فاتت انتهجت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة استراتيجية وطنية حققت الاستفادة القصوى من المناطق الاستثمارية بخلق تجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة، واللي بيها تم تمكين صغار المستثمرين كشركاء أساسيين في نهضة مصر التنموية. أحلام ما كانش ممكن تتحقق إلا بتذليل الدولة لكافة العقبات مع تيسير إجراءات مزاولة النشاط والحصول على كافة الخدمات وفق المزايا والإعفاءات الخاصة للشباب والمستثمرين. بتنفرد الدولة المصرية بوجود 10 مناطق استثمارية بتغطي العديد من الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية واللوجستية. واحدة من مناطق مصر الاستثمارية الجديدة بتقع على بعد 60 كيلومتر من القاهرة، وبالتحديد على الطريق الدائري الإقليمي بمدينة بنها. هنا اتخلق واقع جديد بيفيض بفرص الاستثمار الواعدة على مساحة 46 فدان، تجمع متكامل للأنشطة الغذائية والزراعية والصناعات المكملة ليها، اللي قدرت توفر لأولاد القليوبية 4500 فرصة عمل. تجمعات استثمارية بتضم 147 وحدة صناعية و16 مخزن و6 ثلاجات و18 منفذ بيع، ده غير إقامة مركز لخدمات المستثمرين وعدد من المعارض التجارية. بتستمر جولتنا وصولاً للمنطقة الاستثمارية لمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، نموذج تاني لمنطقة استثمارية متكاملة على مساحة 18 فدان بتضم 107 وحدة صناعية تم تخصيصها بالكامل، وفرت 2500 فرصة عمل داخل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعات المعدنية والهندسية وصناعات أخرى متنوعة. بالإرادة
قادرين نكمل حلمنا. بالعمل عارفين طريقنا للنهار. بالأمل حالفين نحقق الازدهار. بالتنمية والاستثمار مسار واعد لاقتصاد صاعد. تبنت مصر خطة إصلاحية طموحة لضمان الاستدامة المالية والحد من المخاطر الاقتصادية وتعزيز الثقة بين المستثمرين، حتى استطاعت مصر بفضل العمل الدؤوب لأبنائها والقرارات الحكومية الحكيمة أن تتبوأ مكانة مرموقة بين اقتصاديات العالم. والآن نقدم لحضراتكم نماذج مصرية ناجحة من المستثمرين ورجال الأعمال والذين حققوا بشركاتهم المصرية نجاحات كبيرة في التصدير إلى الخارج وتوفير العملة الأجنبية. كلمة الدكتور أحمد خليفة، رئيس مجموعة CFC للأعلاف والكيماويات. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، دولة رئيس الوزراء، أصحاب المعالي الوزراء، السادة الحضور، يشرفني اليوم أعرض على حضراتكم مشروع مجموعة CFC الجديد في مصر. إحنا عندنا أربع مشروعات في الدول العربية، عندنا في الإمارات وفي السعودية وفي الجزائر وفي جمهورية مصر العربية. قيمة مشروع مصر إن الأول مرة في العالم بنستخدم مكملات الأعلاف الصادرة من مادة الـ HCL، ودي مادة غير صديقة للبيئة، قدرنا إن احنا نستخدمها ونضيفها إلى الفوسفات ونطلع أول مكملات أعلاف في العالم، تكنولوجيا ألمانية بلجيكية. لما سألوني في لجنة الاستثمار ليه هتحط 400 مليون دولار في مصر في التوقيت ده، كان ردي باختصار عبقرية المكان. المشروع هيتعمل في المنطقة الحرة في إنا في منطقة الهو، 180 كيلو من مناجم الفوسفات في منطقة السبعية بأسوان، وده بيوفر ان انا اقدر اجيب مليون طن فوسفات بتكلفة قليلة، 190 كيلو من مينا سفاجة فبقدر اجيب مستلزمات الانتاج، البوتاس من الاردن، الكبريت من السعودية، المنتج التام هقدر اصدره لجميع بلدان العالم. زيادة حجم الطلب في السوق المحلي المصري على مكملات الاعلاف بعد الاستثمارات الكبيرة في المزارع السمكية والداجنة والحيوانية، وجود المصنع في مدينة نجح حمادي، احنا بنعتبرها مدينة صناعية بامتياز، فيها مصادر الخدمات الصناعية المعاونة، ايدي عاملة رخيصة مدربة، مناطق لسكن العاملين. الجدوى الاقتصادية المباشرة للمشروع ده في مصر، مصر بتستهلك 100,000 طن من مكملات الاعلاف، معظمها بيتم استيراده من الخارج. احنا هنستغنى عن حجم الواردات ده اللي بيمثل عبء على الخزانة العامة، مش كده بس، هنقدر نضيف حصيلة دولارية لا تقل عن 300 مليون دولار سنويا كعوائد تصدير. دور المشروع في ارساء قواعد التنمية المستدامة، وده هدف الاستثمار الحقيقي الصناعي في مصر. أول حاجة هنقدر نخلق فرص عمل 2600 وظيفة جديدة في صعيد مصر. التعليم هو أساس أي تنمية مستدامة. تم الاتفاق مع هيئة المعونة الأمريكية ووزارة التعليم في مصر على إنشاء مدرستين تطبيقيتين، واحدة في محافظة المنوفية والتانية في محافظة إنا. المدارس للطلبة الحاصلين على الإعدادية بحيث يتعلموا علوم تطبيقية بتخص الصناعات الثقيلة، بمجرد ما يتخرجوا هينضموا مباشرة إلى مصانع الشركة في المنوفية وفي إنا. هنوطن الصناعة دي وهنخلق كوادر، لأن للأسف ما كانش بيتم الاستثمار الكامل في مجال الفوسفات القيمة الحقيقية اللي موجودة في جنوب مصر بسبب المخلفات اللي كانت بتصدر منه، اللي قدرنا نحل مشكلة المخلفات دي بالتكنولوجيا الجديدة مع مجموعة تيسن كروب. الميزة العظيمة في هذا المشروع ان صفر مخلفات، واحنا بنفتخر بكده في وجود حضرتك، وبنتشرف ان بنقول ان هذا المشروع زيرو ويست كومبلكس، كل مرحلة انتاجية المخلف اللي هيصدر منها هيعتبر مدخل لعملية انتاجية جديدة. المشروع صناعة خضراء بامتياز، لان احنا من خلال الغليات بتاعتنا البخار اللي بيصدر هنستخدمه في انتاج 21 ميجا وات من الكهرباء، المجمع الصناعي هيستخدم 14، ونضيف 7 ميجا وات على الشبكة القومية.
عبقرية المشروع أنا بقدر أجيب 400 مليون دولار استثمار مباشر من خارج مصر، بضيف لحجم الإنتاج الصناعي المصري 1.5 مليون طن من مكملات الأعلاف والكيماويات اللي بتخدم 4 قطاعات استراتيجية في مصر: قطاع الزراعة، قطاع الأمن الغذائي، حتى القطاعات الصناعية. وفي القطاع الأهم هو قطاع البترول، لأن أحد الإنتاج اللي احنا بننتجه الكالسيوم كلورايد بيستخدم في تبطين أبار البترول والغاز اللي فيها حركة اكتشافات كبيرة في الوقت الحالي. مشروع صديق للبيئة بامتياز، فهو صناعة خضراء وصفر مخلفات، متوسط إيراداته سنوية 385 مليون دولار، هنلبي احتياجات السوق المحلي ونوفر العملة الصعبة، وهنقدر نصدر لأكثر من 77 دولة حول العالم. احنا المنتج بتاعنا يا فندم معتمد في أسواق اليابان وفي أسواق البرازيل، ومهما حكينا لحضرتك على الاشتراطات الصحية في اليابان، فكنا نسجل هذا المنتج في أسواق اليابان، ده قيمة كبيرة. حصول المشروع على الرخصة الذهبية الموافقة الواحدة، وهنا أنا بتقدم لجزيل الشكر لدولة رئيس الوزراء وللدكتورة هالة السعيد على استجابتهم في تعديل اللائحة التنفيذية للاستثمار الخاص، المادة الخاصة بالرخصة الذهبية، وإحنا تقديرنا إن التعديلات اللي تمت عليها هتجذب العديد من صناديق الاستثمار للعمل في مصر، لأن هي وفرت وقت طويل، بدل ما أحصل على 26 موافقة عشان أعمل مشروع أصبح باخد الموافقة في الحال. ده خلية المنتجات اللي هيعملها المجمع الصناعي، 1.5 مليون طن، عندنا مكملات غذائية هتضاف كأعلاف، عندنا مواد كيماوية فوسفوريك أسيد وسلفوريك أسيد، ودول أساس لأي صناعة، صناعة الكيماويات، بطاريات السيارات، الدهانات، المواد التنظيف، وعندنا مخصبات زراعية. المشروع ده نموذج للتكامل بين الدول العربية، تم اختيار المشروع كأول نموذج للتكامل بين الدول العربية المشاركة في لجنة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين. بنقدر نخلق قيمة مضافة على المواد الخام في الأربع بلاد: الفوسفات المصري بدل ما يتصدر، البوتاس من الأردن بدل ما يتصدر، الكبريت بدل ما يتصدر، هنعمل عليه قيمة صناعية في الصعيد في مصر، ونصدره منتج نهائي للعالم ككل. طبعا المشروع ده هيدي مثال للمستثمرين، لان العوائد الاستثماريه اللي عليه عاليه جدا، فبالتالي هيكون جاذب وقادر على ضخ استثمارات جديده. بحكم الموقع هتظل الاولويه تلبيه احتياجات الاسواق المحليه في جميع البلاد العربيه. بشائر الخير هتعم على الجميع بالمشروع ده، لاننا هنقدر نوطن صناعه جديده في مصر، هنخلق فرص عمل، هنخلق عائد على الاستثمار للمستثمرين الجدد، هنوفر الواردات اللي كانت بتستهلك الدولارات الخاصه بينا. موقف المشروع الحالي، تم الحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار، ورخصنا 370 ألف متر في منطقة الهوة الصناعية في محافظة إنا، جاري استلام الأرض والاتفاق على الخطوط الرئيسية لعقد المقاولة مع مجموعة تيسن كروب الألمانية. تقديرنا أن أعمال مقاولاتها تبدأ في الربع الأول من عام 23، تجارب التشغيل في نوفمبر 24، وبندعو حضرتك وهنتشرف إن شاء الله بافتتاح المشروع إن شاء الله في الربع الأول من 25. أخيرا أنا يهمني أن أنا أتقدم بجزيل الشكر لسيادتك على دعمك للمشروع ده. دولة رئيس الوزراء قعد معنا أكتر من مرة خطوة بخطوة، والشكر الجزيل للمستشار محمد عبد الوهاب، الرجل القدير وفريق عمله اللي لم يدخروا جهدا في توفير أرض لهذا المشروع تكون مناسبة، وشكرا لسيادتك يا فندم. الاعتماد على الصناعة الوطنية تلبية لاحتياجات المشروعات القومية وتعزيز نمو الاقتصاد وزيادة فرص العمل، كان أحد أهم العوامل التي أسست التعامل الإيجابي المرن للاقتصاد المصري مع متغيرات العالم من خلال التنسيق بين سياسات الحكومة ورؤى الاقتصاديين والمستثمرين ورجال الأعمال لصالح الصناعة المصرية ودعم الاقتصاد الوطني. كلمة الأستاذ أحمد الجندي مدير عام شركة هاير مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس، السادة الحضور الكرام، أتشرف اليوم بالعرض على سيادتكم خطة هاير الاستثمارية في مصر المتمثلة في إنشاء مجمع صناعي متكامل للأجهزة المنزلية.
شركة هاير انشأت في الصين سنة 84 وبدأت بمصنع للثلاجات. في خلال السنين اللي فاتت قدرت تبقى رقم واحد عالميا في مجال التحول الرقمي وانترنت الأشياء IoT. احنا هدفنا دايما إيجاد حلول متكاملة لتسهيل روتين الحياة اليومي عن طريق استخدام الذكاء الصناعي وربط أجهزة المنزل بالإنترنت. الشركة حاصلة على أكبر الشهادات والجوائز العالمية، أهمها أنها مصنفة رقم واحد عالمياً لمدة 14 سنة متتالية في الأجهزة المنزلية من حيث حجم المبيعات والحصة السوقية، بالإضافة لأنها مصنفة رقم واحد على مستوى العالم في التحول الرقمي وإنترنت الأشياء. هاير بتمتلك مجموعة من أكبر العلامات التجارية على مستوى العالم، وأهمها جنرال إلكتريك، هوفر، كاندي، فيشر أند بيكل، وأكوا، وغيرها من العلامات التجارية العالمية. فخامتك احنا بنقدر نقدم خدمة لأكثر من 3 مليار مستهلك حول العالم في أكثر من 200 بلد، وده من خلال 122 مصنع موجودين في 30 مجمع صناعي حول العالم. بالإضافة أننا بنقدر نحافظ على الصدارة من خلال التطوير المستمر لمنتجاتنا، واللي بيتم في 10 مراكز للأبحاث والتطوير موزعين على مختلف قارات العالم. سنة 2020 أنشأت هاير مصر لتكون هب ومركز إقليمي للتصنيع والتصدير للشرق الأوسط وأفريقيا، والسنة دي بالتنسيق مع الشركة الأم في الصين تم وضع خطة لاستثمار ضخم وبدأنا فعلا في تنفيذها، هدفها إنشاء مجمع صناعي متكامل في مصر. الحقيقة يا فندم الثقة اللي اشتغلنا بيها على المشروع مش جاية من فراغ، لأن بلدنا لديها علاقات استراتيجية واتفاقيات تبادل تجاري مع كل دول الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة لأنها سوق محلي ضخم، وأصبح لدينا بيئة جاذبة للاستثمار ورؤية لمصر العشر سنوات قادمة، وفي دعم غير مسبوق من كافة أجهزة الدولة والحكومة لدفع عجلة الاستثمار وتوطين الصناعة المحلية، بالإضافة للاستثمار الهائل في البنية التحتية خاصة قطاع الطاقة، فأصبح لدينا فائض في وقت يعاني منه العالم من نقص الطاقة. المجمع الصناعي إن شاء الله هيكون بإجمالي استثمارات 135 مليون دولار، 100% استثمار أجنبي مباشر FDI. سوف يتم إنشاؤه على مساحة 200 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان. يحتوي المجمع على 6 مصانع لإنتاج التلفزيون والغسالات والثلاجات والفريزر والتكييف، بالإضافة لمجمع ضخم للصناعات المغذية والمكملة، واللي هيكون قيمة مضافة للمشروع ولبلدنا إن شاء الله. المجمع ده هيحتوي على مصنع لتشكيل المعادن وحقن البلاستيك والدهانات للتحكم في جودة مدخلات الإنتاج ولضمان الحصول على منتج نهائي عالي الجودة بسعر مناسب، وبالتالي هيساهم في تحقيق تحسين للبيئة التنافسية داخل السوق المصري وهيزود فرص التصدير إن شاء الله. المرحلة الأولى للمشروع هيتم فيها إنتاج التلفزيون والغسالات والتكييف، بالإضافة كما ذكرت سابقا الصناعات المغذية والمكملة. العائد الاستثماري المستهدف للمشروع خلال الخمس سنوات الأولى حجم الإنتاج يوصل لمليون قطعة، 30% منهم هيكون للتصدير، 70% للسوق المحلي. يستهدف المجمع الصناعي نسبة مقاوم محلي في بداية التشغيل 60% مقاوم محلي، تصل ل70% خلال سنتين عمل. إن شاء الله هيوفر 3000 فرصة عمل لشبابنا. يحتوي المشروع أيضا على مركز تدريب للأيدي العاملة الفنية على مهارات التصنيع وأحدث الوسائل التكنولوجية كمساهمة مجتمعية لتوفير أيدي عاملة مدربة ماهرة للسوق المصري. فخامة الرئيس، تستهدف الشركة مضاعفة الإنتاج 3 أضعاف في خلال الخمس سنوات الأول وتحقيق حجم أعمال 200 مليون دولار خلال 4 سنوات. بالنسبة للجدول الزمني للمشروع، احنا يا فندم وقعنا مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار بشأن إقامة المجمع الصناعي بنظام المناطق الاستثمارية الرخصة الذهبية في آخر أغسطس، وفي أقل من شهر الحقيقة كنا مستلمين خطاب التخصيص للأرض، وهيئة الاستثمار والمستشار محمد عبد الوهاب الحقيقة لم يدخروا أي جهد لتذليل كافة العقبات لتحقيق الجدول الزمني ودون دعم غير مسبوق. هذا الدعم شجعنا على البدء في دراسة لإدراج منتجات أخرى لم تكن مدرجة في مراحل لاحقة وضخ استثمارات إضافية. احنا إن شاء الله بنهدف أن يكون عندنا إنتاج تجريبي خلال سنة من الآن، والإنتاج الكمي هيكون في الربع الأول من 2024. ويشرفنا دعوة فخامتك سيادة الرئيس لافتتاح المشروع. وفقنا الله لتوفير منتج بجودة عالية يليق بكونه صنع في مصر. شكرا فخامة الرئيس.
دائما سيظل الهدف من المشروعات القومية الانطلاق ببلادنا وبتوفير حياة كريمة للجميع وفق رؤية متكاملة لمشروع وطني طموح بسواعد شعب مصر العظيم وقيادة سياسية حكيمة لتأسيس جمهوريتنا الجديدة. نستأذن سيادتك يا فندم في جولة تفقدية. طب اسمحي لي بس ان انا ابدا. اتفضلي. اديني 5 دقائق من فضلك، يعني ان انا اسمحوا لي ان انا اوجه لكم جميعا التحيه والتقدير واشكر العاملين سواء كان في الهيئه العامه للاستثمار على الجهد المبذول او حتى رجال الاعمال والصناعه اللي شغالين في هذه المناطق، بوجه لهم كل التحيه وكل التقدير وكل الدعم. احنا عايزين يعني خليني اقول لكم ان احنا زيارتنا النهارده الهدف منها ايه؟ الهدف منها ان احنا ناكد ان احنا مهتمين اهتمام كبير قوي قوي بالصناعه في مصر وبدعمها وايضا بتسهيل كل المعوقات او المصاعب اللي ممكن تكون بتقابلها. لان احنا مش بعيد عن الواقع اللي احنا موجودين فيه. واللي احنا النموذجين اللي احنا شفناهم من دلوقتي بالرخصة الذهبية هو ده مسار الدولة اتحركت فيه عشان تيسر ما أمكن من الإجراءات اللي بتتعمل زي ما اتقال 26 موافقة وجهة ولاية بتتكلم، وده بياخد وقت كبير من المستثمرين في الوصول إلى يعني إلى الإجراء العمل الحقيقي إن هو يطلع مشروعه ويتحرك فيه للنور. وأنا يمكن هنا كلامي يعني لينا إحنا كدولة، إن إحنا جهات الولاية اللي بنتكلم عليها ديت، احنا كنا قلنا الكلام ده قبل كده وقلنا عايزين نعمل شباك لواحد وجهة ولاية يعني تبقى الجهات الولاية تبقى موجودة في مكان واحد وتدي موافقة في مدة زمنية ما تزيدش عن 20 يوم أو أقل لو أمكن. واتكلمنا على ان احنا لو ممكن، مش ممكن بقى ده الكلام ده احنا عملناه، وقلنا ان احنا هنخش على مناطق بعينها ونجهزها ونديها الاشتراطات خالصة من جهات المختلفة بالكامل عشان المستثمرين ورجال الصناعة اللي عايزين يدخلوا يشتغلوا ما ياخدوش وقت كبير جدا في المسار او اللي هو يعني الاجراءات الادارية اللي بتتعمل في مثل هذا المجال. انا اتصور ان اللي احنا شفناه النهاردة النموذجين دول هم كويسين بس مش كفاية. اذا كنا بنتكلم على ان احنا بنستهدف 100 مليار دولار للتصدير، وبالمناسبة الرقم ده رقم مش كبير، 100 مليار دولار لدولة فيها 104 مليون انها تصدر ب 100 مليار، ده رقم مش كبير. وبالتالي احنا كدوله مع رجال الاعمال في مصر نحط ايدينا في ايدين بعض ونجتهد، وكل المعوقات اللي بتقابل بحق مستثمرينا ورجال الاعمال في مصر نحلها. ويمكن المؤتمر الاقتصادي يكون فرصه اللي احنا يعني هنطلق اجندته يا دكتور مصطفى مش كده؟ اول الشهر ده، ويعني في خلال الشهر الجاي هنكون بنتكلم في فعالياته. أرجو أن هو يدي فرصة للمستثمرين ورجال الأعمال أن هم يعرضوا بشكل أو بآخر المصاعب اللي بتقابلهم. وده مش يعني لما نيجي نعرض مشاكل موجودة بتقابل يعني مستثمر، ده مش عيب في الحكومة أو في الدولة. احنا بنعرضه عشان نتصدى له ونحله عشان ما يبقاش فيه مشكلة أبدا تعوق الاستثمار اللي احنا بنتكلم عليه. زي ما انتوا شفتوا كل مشروع من دول هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن دخل إضافي، مش للشركة اللي بتعمل، لا، لكل إنسان بيشتغل جوه المشروع. وده الهدف، ان احنا حجم العمالة كبير اللي في مصر، واللي انا أتصور ان تكلفته مش كتير. يعني انا أقدر أقول ان العمالة المصرية أجورها مقارنة بأي دولة من دول العالم مش كتير. يتبقى ان احنا اتكلمت برضه هنا يعني في المشروع الاولاني بتاع الفوسفات بتاع اتقال ان احنا عن في مدرسه هتطلع يعني هتدرب وكده، واحنا كنا قلنا رجال الاعمال احنا مستعدين من خلال المدارس الفنيه اللي موجوده. وفي رجال اعمال عملت كده، يعني في رجال اعمال عملت مدرسه، وفي رجال اعمال استفادت من مدارس موجوده وعادت توظيفها لصالح انتاج وتدريب حاجتها من العماله، ويعني علمتهم في المدارس ديت واخدتهم او بتاخدهم بيشتغلوا عندها في المشروعات بتاعتهم.
اللي انا عايز اقوله هنا ان احنا مستعدين نتوسع في هذا الامر، وبنشجع رجال الاعمال على ده، على ان احنا النهارده ان يساهموا معانا. انا هنا مش بتكلم في مساهمه ماليه، انا بتكلم يساهموا معانا في ان هو مسار اعداد وتاهيل خريج من المدرسه دي يكون عنده فرصه حقيقيه سوق العمل. انا بتكلم في النقطه ديت، مستعدين احنا نتعاون معاكم في هذا الموضوع. يبقى اذا كنا بنتكلم على المنظومه الخاصه بالاستثمار من الاراضي وتخصيصها، من الرخص بتاع جهه الولايه وسرعه الانتهاء منها، من العماله الماهره المدربه اللي ممكن تبقى عندها مشاركه ناجحه في العمل اللي احنا بنتكلم عليه ومدربه بشكل كويس، يتبقى مراكز البحوث والتطوير اللي موجوده في مصر، وهي سواء كانت في الجامعه او المراكز الاخرى كتير جدا جدا، ومهم قوي ان احنا نربطها مع رجال الاعمال والصناعه في مصر، لانها في النهايه ممكن توجد حلول لمشاكل او لنقاط محتاجه تطوير، لو قدرنا نعمل تنسيق وربط بين مراكز البحوث ديت وما بين الصناعه اللي موجوده في مصر. انا مش عايز اطول عليكم، لكن انا كنا قلنا ان احنا خلال الفتره دي واللي جايه هنتوسع دكتور مصطفى في ان احنا نروح لمصانع كتير ومشروعات كثيره، رجال القطاع الخاص اشتغلوا وعملوها ونماذج ناجحه جميله، نحب ان احنا اولا نشجعها وثانيا نلقي الضوء عليها قدام الناس في مصر، لان كتير من الكلام اللي بيتقال محتاج ان احنا نؤكده. يا ترى رجال الصناعه او حجم القطاع الخاص في مصر كم من الاجمالي؟ 20%؟ 30%؟ 50%؟ انا عايز اقول لكم ده 70% ولا 75%، مش كده يا دكتور مصطفى؟ على عكس ما كتير من الناس يتصور الرقم غير كده، انا بتكلم على الاقل 75% من ده. في نقطة مهمة قوي، عشان يمكن واحنا بتكلم كده يقول لك طب انتوا النهارده يا ترى انتوا جادين في حل مسائل المستثمرين بما فيه الموضوع بتاع خاص بمستلزمات الانتاج والمشكلة اللي اتعملت خلال الشهرين ثلاثة اللي فاتوا. طبعا، وانا يمكن قبل ما ادخل هنا كنت بتكلم مع السيد محافظ البنك المركزي بقول له طمني انتوا عاملين ايه، عشان احنا عايزين ما يبقاش في مشكلة حقيقية تقابل العمل والاستثمار في مصر. انا بقول كده ليه؟ ان احنا ما فيش حاجة هنخبيها عليكم، احنا بنبذل اقصى جهد في ظل الظروف اللي احنا بنتكلم عليها ديت، وهي ظروف كانت قاسية على الدنيا كلها، على العالم كله، على دول صناعية متقدمة واقتصاديات متقدمة جدا عندها وفرة في كل شيء. لكن الأزمة بتاعت كورونا والأزمة بتاعت الأزمة الروسية كانت لها يعني صدمة كبيرة جدا جدا على العالم وعلينا، لكن احنا حاولنا بقدر الإمكان وبنحاول ان يكون اقل تأثير ممكن، واحنا ان شاء الله يمكن اتصور شهر او اتنين بالكتير نكون كل المعوقات اللي كنا بنتكلم فيها تكون خلصت، مش كده؟ عشان بس نبقى ايه كلامنا قدام الناس على هوا دكتور مصطفى، مش اكتر من كده. انا بشكركم، وان شاء الله هيكون لينا زيارات لمصانع ومشروعات مختلفه. بوجه التحيه والتقدير والاحترام وكل الاعتزاز برجال الاعمال في مصر والمستثمرين في مصر، وبدؤهم لمزيد من العمل، مزيد من العمل. البلد دي بلدنا كلنا، وهتقوم بينا كلنا مش بحد الواحد. شكرا جزيلا. علق اي هموم في حياتك، خلي لبلدك اكبر حيز، راجع بقى رجوك حساباتك، شغلك حيخليك تتميز، نام لساعات من ما تنامش، ما انت سنين انت ما بتقومش، احنا بنعمل كده لولادنا، مين قاعد معظمنا حيمشي، قول انا واهب تعب البلدي، والمصر انا اكبر متحيز. علق اي امور في حياتك، خلي
مشاهدينا الكرام، نحييكم من هنا من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية الخاصة بالهيئة، إيمانا من سيادته بالقفزة التي يجب أن يكون عليها الاستثمار وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتنمية الاقتصاد المصري. معنا في هذا اللقاء سيادة المستشار محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار. برحب بحضرتك وصباح الخير. صباح الخير وأهلا بسيادتك سادة المشاهدين. عايزين نعرف هيئة عامة للاستثمار بهذا الكم الكبير من المساحة والمصانع الداخلة في المنطقة، أبرز ما فيها وأبرز ما تقدمه للمستثمر. خلينا نبدأ بالمستثمر المحلي الأول. طبعا زي ما حضرتك شايفة النهاردة سيادة الرئيس هيشرفنا لأول مرة في منطقة الحرة في مدينة نصر. المنطقة الحرة في مدينة نصر منشأة منذ السبعينات، لكن احنا يعني رفعنا كفائتها زي ما حضرتك شايفة عشان نقدم خدمات أفضل للمستثمرين سواء الوطنيين أو الأجانب الموجودين هنا. عندنا 207 مشروع داخل الهيئة اللي هي على 180 فدان، والنهارده إن شاء الله هيكون في تفقد لعدد من المصانع العاملة بالفعل في داخل المنطقة سواء مصنع منترا أو مصنع ليوني، وأيضا سيادته هيفتتح عدد من المشروعات الجديدة للهيئة مناطق الاستثمارية في الدقهلية والقليوبية ميت غمر وبنها، وإن شاء الله هيتم استعراض أهم ما تم خلال الثلاث سنوات السابقة في عهد سيادته. يعني طيب، احنا بنتكلم عن هيئة عمل الاستثمار ومنطقة حرة وتحديات للاقتصاد المصري، وهرجع مرة تانية وأقول إيه المحفزات سواء للمستثمر المحلي أو المستثمر الأجنبي اللي بتقدمها الهيئة. وأهم حاجة بالنسبة للمستثمر الإجراءات وصورة الإجراءات، وده اللي الحكومة شغالة عليه بشكل مكثف في الفترة اللي فاتت، إن احنا نقدر نقلص الإجراءات عشان تقدر نسهل على المستثمرين. فالحكومة وضعت 20 يوم لإصدار جميع تراخيص المستثمر، ولازم نرد على المستثمر، وفي حالة عدم الرد يعتبر ده يعني إن شاء الله يكون خد الرخصة. الحاجة الأخرى اللي احنا برضه مركزين عليها هي منح الإقامات للمستثمرين الأجانب الموجودين في مصر، إن احنا خليناها 5 سنين، كانت سنة خليناها 5 سنين. عملنا مراكز جديده في المحافظات عشان نحقق لا مركزيه، ويقدر ان هو في الصعيد خاصه في محافظات الصعيد يقدر ان هو بدل ما يجي القاهره يقدر ان هو يخلص كل حاجته من هناك في المراكز اللي هي فيها جهات حكوميه. عندنا 67 جهه حكوميه داخل مركز خدمات المستثمرين بتمنع تراخيص فتره. مراكز مختلفه في صعيد مصر. صعيد مصر وفي الوجه البحري عندنا 15 مركز، يعني بعد قليوبيه ان شاء الله احنا هنفتتحه اخر السنه هيبقى 15 مركز على مستوى الجمهوريه، والهيئه مهتمه جدا بالتوسع في انشاء المراكز. سياسه الشباك الواحد وما اضافته للمستثمر في تسهيل الاجراءات، هو اسمه دلوقتي وفقا لقانون الاستثمار 2017 بقى اسمه مركز لخدمات المستثمرين. هذا المركز فيه 67 جهه حكوميه. المستثمر لما بيجي اولا تاسيس الشركات، عشان بس يعني عايز اوضح للناس كلها ان تاسيس الشركه بيخلص نفس اليوم، عشان احنا بنقول لا احنا في مصر بقالنا 3 سنين بناسس في نفس اليوم. جميع الخدمات سواء اعتماد الجمعيات العموميه للشركات والجمعيات غير العاديه بيخلص في خلال يوم او يومين. المركز فيه كل حاجه، الجوازات موجوده عشان لو هياخد الاقامه المستثمر الاجنبي، شهر عقاري موجود، سجل تجاري، كل الجهات اللي بيحتاجها المستثمر في المركز، وبيكون كمان معاهم صلاحيات، وده اللي احنا متفق فيه مع الساده الوزراء بتنسيق مع الساده الوزراء، عنده صلاحيات ان هو يدي للمستثمر غير ما يرجع للجهه بتاعته. طيب، احنا دلوقتي بنتكلم عن منطقه حره فيها العديد من النشاطات الصناعيه، والصناعه هي قاطره للاقتصاد المصري. ما تقدمه المنطقه الحره، لان في منطقه حره سلعيه ومنطقه حره خدميه، ايه الفروق ومدى مساهمتها ايه في الحلم المصري ب 100 مليار دولار خلال 3 سنوات؟ المناطق الحره بتساهم بشكل اساسي في الصادرات المصريه، احنا هدفنا التصدير. حضرتك عارف نظام المناطق الحره اصلا بيعتمد على التصدير، لازم يعني المشروع بياخد اعفاءات ضريبيه جمركيه كامله مقابل ان هو يصدر كله للخارج. طبعا عندنا زي منطقة الحرة في مدينة نصر في أنشطة مختلفة، في صناعة، في أنشطة زي الاي تي، حاجات اللي هي زي الخدمية اللي هو بيعمل برامج وبيصدرها للخارج. فاحنا السنة اللي فاتت مثلا كانت صادراتنا من مناطق الحرة 11 مليار دولار، فاحنا بنساهم بشكل أساسي في الصادرات المصرية، بندعم المناطق الحرة، بنحاول نتوسع فيها بالذات في المناطق الحرة الخاصة. المناطق الحرة الخاصة كمان ممكن تكون في أي محافظة مشروع مستقل، مش لازم يكون جوه هذا كومباوند صناعي، بيكون مشروع مستقل على مساحة 20,000 متر أتليست، ونبدأ إن احنا بنديله كل الموافقات والتراخيص ويقدر يشتغل. طيب، عمليات الترويج للخارج يا فندم بتتم ازاي؟ احنا طبعا بنعمل يعني زي بعثات لطرق الابواب، ودلوقتي احنا بنطلع بالقطاع الخاص، لان الرساله لما تبقى طالعه من القطاع الخاص غير لما طالعه مننا، يعني يبقى في مصداقيه بالذات المستثمرين الوطنيين لما يطلعوا بره بيروجوا لمصر، الناس بتقدر انها تسمعهم ويتكلموا على قصص النجاح اللي موجوده، وده اللي بيتم دلوقتي. يعني احنا كل البعثات اللي بطلعها بتطلع معايا دايما رجال اعمال. عندي ان شاء الله مسافر يوم يعني هذا الاسبوع القادم برضو عندي بعثه ترويجيه هيكون معايا 30 رجل اعمال، فهو ده الكونسبت الجديد اللي احنا شغالين بيه.
أصحاب الخبرة وأصحاب المهنة اللي أقاموا مصانع بالفعل وبيصدروا بالفعل. هو بيقول أنا قصة نجاحي في مصر وإيه الحوافز بتقدمها الحكومة، يعني أنا بتكلم وهو بيتكلم كمان بديله فرصة يتكلم أكتر مني، وبعدين بنعمل وان تو وان اجتماعات يعني فردية مع المستثمرين اللي إحنا بنستهدفهم، يعني إحنا ما بنروحش كده الدولة بيبقى عندنا ليست، إحنا عايزين نجيب شركات إيه؟ عايزين نجيب صناعات إيه؟ وده السؤال الأخير الحقيقة، هل في خريطة واضحة للمستثمر ودراسات جدوى بتقدم ليه كمساعدة لإقامة المشروع الاستثماري الخاص بيه؟ عندنا خريطة مصر الاستثمارية في أكتر من 1130 فرصة، فيها دراسات جدوى قطاعية واستشهادية للمستثمر، الخريطة دي بيقدر يخش يحجز عليها الفرصة اللي هو بيحتاجها، وبنقدر احنا نتواصل معاه بنوصله بالجهة، وفيها كل القطاعات المختلفة اللي بيحتاجها المستثمر. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر سيادة المستشار محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار. شكرا. بشكر سيادتك فعلا. مشاهدينا الكرام، إذن نحن نتواصل معكم في هذا اليوم لافتتاح عدد من المشروعات القومية الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمحفزات الجاذبة للاستثمار سواء على المستوى المحلي أو الأجنبي، والهدف هو زيادة الصادرات وتوفير العملة الأجنبية لمصر، خاصة في مساهمة واضحة من القطاع الخاص الذي يعد الجناح الآخر للدولة المصرية في تقديم كل ما يمكن من أجل لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد. على أي أمور في حياتك خلي بلدك أكبر حيز، راجع بقى رجوك حساباتك، شغلك حيخليك تتميز، نام لساعة اتنين ما تنامشي، ما انت سنين انت ما بتقومشي، احنا بنعمل كده لولادنا، مين قاعد معظمنا حيمشي، قول انا واهب تعب البلدي، والمصر الاكبر متحيز. عندك اي امور في حياتك خلي بلدك اكبر حيز، راجع بقى رجوك حسابات، شغلك حيخليك تتميز، علق اي امور في حياتك خلي بلدك اكبر حيز، راجع بقى رجوك حساباتك، شغلك حيخليك تتميز، نام لساعة اتنين ما تنامشي، ما انت سنين انت ما بتقومشي، احنا بنعمل كده لولادنا، مين قاعد معظمنا حيمشي، قول انا واهب تعب البلدي، المصر الاكبر متحيز. جدودنا ما بخلوش وترى تاريخك، شوف الماضي، شوف احنا ازاي ما نسيناهوش، نام لساعة اتنين ما تنامشي، ما انت سنين انت ما بتقومشي، احنا بنعمل كده لولادنا، مين قاعد معظمنا حيمشي، قول انا واهب تعب البلدي، المصر الاكبر متحيز. علق اي امور في حياتك خلي بلدك أكبر حيز، راجع بقى رجوك حساباتك، شغلك حيخليك تتميز، نام لساعة اتنين ما تنامشي، ما انت سنين انت ما بتقومشي، احنا بنعمل كده لولادنا، مين قاعد معظمنا حيمشي، قول انا واهب تعب البلدي، المصر الأكبر متحيز. علق اي امور في حياتك. نجدد لكم التحية مرة أخرى من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من المشروعات القومية الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والأنشطة والمصانع المختلفة التي بين جانباتها. الكثير من المصانع سواء فيما يخص المصانع الخاصة بالأدوات الطبية، الأحذية، المستلزمات المدرسية، وأيضا فيما يخص الملابس الجاهزة. إذن نحن نتحدث عن صادرات مصرية وهي الحلم بوصولها إلى 100 مليار دولار خلال سنوات قادمة.
هدف مصري في ظل تحديات كثيرة تحيط بالدولة المصرية والعالم أجمع نتيجة أزمات متلاحقة بدأت بأزمة كورونا عالميا وأيضا تستمر في أزمة روسية أوكرانية جعلت هناك ارتفاع في أسعار الغذاء وأسعار الطاقة ومشاكل في سلاسل الإمداد في كافة الدول. عندما نتحدث عن الاقتصاد المصري بنتحدث عن القطاع الخاص ومدى مساهمته في بناء الدولة المصرية. لا يصح في أي دولة متقدمة أن تقوم الدولة فقط بمفردها أو الحكومة أو السلطة التنفيذية فيها بإقامة مشروعات منفردة دون مشاركة من القطاع الخاص في هذه المشروعات وبدورها تقوم بمسؤوليتها في توفير البنية التحتية اللازمة لإقامة هذه المشروعات وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار سواء فيما يخص الاستثمار المحلي أو حتى الاستثمار الأجنبي. نحن هنا الآن في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التي لا تتوقف فقط على إقامة المصانع بين جنباتها لكن أيضا تستخدم أحدث النظم التكنولوجية المختلفة والذكاء الاصطناعي في تدريب الكوادر الخاصة بها لخلق جيل مستثمر بشكل واعٍ يعلم جيدا متطلبات السوق ولغة العصر. كوادر تهيئ بلغة الاستثمار عالميا وأيضا هناك إشادة من منظمة التعاون الاقتصادي بهذه الهيئة العامة للاستثمار فيما تقدمه من أنشطة مختلفة. لا تتوقف جهود الهيئة عن المراكز اللي بتقدمها في المحافظات سواء في صعيد مصر أو من خلال مراكز إلكترونية لتقديم عدد من القطع التي تصلح للاستثمار في سيناء الحبيبة لكن أيضا بتقدم الخدمات الميسرة للمستثمر في المراكز الرئيسية بها والمنتشرة فروعها في محافظات مصر سواء في الوجه البحري أو في صعيد مصر الوجه القبلي. عندما نتحدث عن هذه الخدمات نتحدث أيضا عن متابعة لعمليات الاستثمار وعمليات الأعمال وعمليات التصنيع من خلال فض المنازعات مبكرا بين المستثمرين ورجال الأعمال وده اللي نجحت فيه الهيئة على مدار سنوات ماضية ونجحت أيضا في زيادة الاستثمارات والتصدير للخارج الذي يوفر العملة الأجنبية لمصر من خلال المناطق الحرة السلعية والمناطق الحرة الخدمية. بمعنى الكلمة عندما نتحدث بنتحدث عن مفتاح للعصر الاقتصاد وكيفية دفع عجلة التنمية في البلاد وبناء استراتيجية واضحة للاستثمار سواء من الخريطة التي يطلع عليها بكل شفافية المستثمر المحلي أو تقدم للمستثمر الأجنبي في مناطق جاذبة للاستثمار في الداخل المصري. عندما نتحدث عن جهود الهيئة لا تتوقف فقط بالطبع على منح التراخيص أو حتى تصريح العمل اتخذ قرار في داخل الحكومة المصرية ألا تتعدى 20 يوم استخراج التصاريح المختلفة لإقامة المشروعات الاستثمارية لكن كمان متابعة لسير العمل داخل هذه المصانع وكيفية تيسير الأعمال أمام ما يقف أمامها من تحديات مختلفة. اليوم الحقيقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيفتتح مصنع للمستلزمات المدرسية والأحذية والمواد البلاستيكية وأيضا الضفائر الخاصة بالسيارات المختلفة التي تصدر إلى الخارج. عندما نتحدث عن عدد من المصانع الموجودة في هذه المنطقة الحرة التي نقف بين جنباتها بنتحدث عن إنتاج يدخل إلى السوق المحلي بنسبة 25% و 75% بيصدر في الخارج. أيضا هناك جولة تفقدية داخل المعرض الذي يتضمن بين جانباته الكثير من السلع التي نجحت مصر في تصديرها إلى الخارج حسب الجودة العالمية وحسب الشهادات الدولية التي تحدثت بذلك.
تفضل حضرتك يا فندم. ميلاد النهارده مناسبه جميله، مليوني تمت 25 سنه في البلد في الوقتين دول، وده مناسبه جميله ان حضرتك تكون موجود في هذا التوقيت بالذات، عشان هنبدأ بدعم من وزاره الاستثمار وهيئه الاستثمار والوزراء المعينون ان احنا نبتدي مرحله جديده 25 سنه باذن الله. احنا 5600 عامل مصري في اليوني مصر، عامل ومهندس وفني عندهم قدرات عاليه جدا من المهارات، ولذلك احنا عملنا دعم في بعض الدول اللي فيها اليوني. حضرتك عارف ان اليوني منتشره في 30 دوله، مصر بقت بوتنشال بالنسبه لهم. وجود حضرتك النهارده اعتقد في ثقه وكده دليل من النوع ده لعملائنا اللي هم في السوق الانجليزي، يعني جاكور ولاند روفر، وإلا كمان عملائنا في السوق الالماني في بي ام دبليو. ده يتعمل في موقعنا في مدينه بدر ليعد 1000 عامل، حوالي 1000 عامل. هنا في مدينه بصر عندنا حوالي 4000 عامل، واحنا كمان فخورين طبعا ان عندنا موقع اصول في الصعيد المصري، ودي حاجه اللي نفتخر بيها كميوني. اللاين دي بيطلع منها كل 3 دقائق بالتوفيق، ويتم مراجعة الفاتورة دي 100%، والديك ستيبل دي بكفاءة مصرية من مهندسين مصريين 100%. والمهندسين اللي عندنا نحن نفتخر ان هم كمان بيساعدوا بقية ليوني في العالم، ودي حاجة فخر كبير بالنسبة لليوني مصر. فحضرتك طبعا اهم ما نسعى اليه انه العناية بالعمال بتاعنا، وايضا ادماج زملائنا ذوي الهمم في الحلقة اليومية للانتاج، فيتم تدريبهم من 3 إلى 5 أسابيع قبل إدماجهم بكل أريحية في سوق العمل وفي خطوط الإنتاج. خطوط الإنتاج يتم مراقبتها على البورد اللي تشوفها حضرتك على الشمال، ودي ستاندرد عالمي نحن فخورون إن مصر كمان سباقة فيه، ومصر والمهندسين المصريين يقوموا كمان بتوسيع كل هذه المعرفة في جميع مواقع اليوني في العالم. فهنا عندنا 1000 عامل. العملاء بتاعنا بيحترفوا هنا بجوده ممتازه وعاليه، يعني من ناحيه الجوده في سعر السيارات، ومن هنا نصنع الاثنين، سواء السيارات الكهربائيه ولا السيارات العاديه. ايضا في قطاع السستينابيلتي عندنا بروجرام في اليوني اسمه ري واير، يعني اعاده تصنيع ترانسفورميشن في تصنيع البطاريات. والري واير ده يهتم بحاجتين، ري واير في لي اللي هو قطع نيكي كمان مع نصنع بطريقة ممتازة للعمال اللي عندنا، ولكن أيضا الحفاظ على المناخ. مثلا هنا مع التعاون مع هيئة الاستثمار عندنا سولار بانلز موجود في المصنع لدينا، يغطي حوالي 15 إلى 20% من الحاجيات الكهربائية اللي عندنا. فحضرتك شايف انه كما قال زميلي بشار الخفاق انه بالنسبة لنا نمو مصر حاجة ندعمها احنا كمان وزارة مصر، ولكن ايضا زي ما قال فيديو شركة انه كمان المانيا من الحاجات الموجودة الأساس في السكر مصنعة هنا في مصر، فلما لا 30% الأخرى يتم جلب الموردين ونعمل أوتوموتيف فورم على صعيد مصر، ونكون احنا مسبقين إنه ستارت اب اللي بيصنعوا المكونات الأخرى يصنعوها بره يصنعها هنا في مصر على أرض مصرية بكفاءة مصرية 100%. الله يخليك يا فندم، شكرا شكرا.
مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم ومرحبا، نحن معكم على الهواء من مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جانبا من معارض الصناعات والمصانع المختلفة. مصر التي اهتمت بتحديث نفسها اتساقا مع مفهوم الجمهورية الجديدة الذي هو مفهوم في المجالات كافة، تغير وجه مصر على مستوى قطاعات متعددة ومختلفة، لكن اليوم والأجدر بالحديث هو الحديث عن قطاع الصناعة بمختلف مجالات هذه الصناعة. فالصناعة هي عصب الاقتصاد، والاقتصاد هو عصب الحياة. ولعل توطين الصناعات والتكنولوجيا في مصر هو هدف قومي، وعلى رأس هذا الهدف إرادة القيادة السياسية والإرادة المصرية. فمصر تستحق أن تكون في مصاف الدول المتقدمة، ومصر التي أعدت العدة للاستثمار من أجل استقبال المستثمرين من مختلف أنحاء العالم في مناطقها المختلفة. وحين أتحدث عن عدة الاستثمار فإني أتحدث عن بيئة تشريعية وعن بيئة تحتية حقيقية، وعن توطين للصناعات، وعن توفير تعليم تكنولوجي، وهذا ربما ما حدث في السنوات الأخيرة باضطراد. نتابع الآن محطة أخرى من جولة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تفقد صالة أخرى وقطاع آخر في الصناعة داخل المنطقة، منطقة الاستثمار. نتابع.
مشاهدينا الكرام، ما نزال مع حضراتكم على الهواء مباشرة، حيث يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي جولته وتفقده هنا في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لعدد من المصانع ونماذج الصناعات المختلفة في قطاعات متعددة. تشجيع الاستثمار هو من أهم مقدرات المستقبل، والرئيس حريص بنفسه على ذلك، كذلك كل أواصر الدولة المصرية. إذن التوسع في مشروعات قائمة وإنشاء المشروعات الجديدة منها، إقامة بنية أساسية مطورة وتلبية احتياجات الطفرة المتوقعة لتدفق الاستثمارات إلى مصر. تحديات لا يمكن أحد أن يغفلها من الناحية الاقتصادية، سواء فيما يخص أزمة كورونا التي اجتاحت العالم وما زالت تداعياتها المختلفة مستمرة، أو في أزمة روسية أوكرانية ألقت بظلالها على أسعار الغذاء والطاقة ومشكلات في سلاسل الإمداد عالميا. إذن لا مناص عن القطاع الاقتصادي كشريك رئيسي وجناح أساسي لتنمية الدولة المصرية، فبالسواعد المصرية دائما يبنى الوطن وتقوم الجمهورية الجديدة. مراكز للتدريب والتأهيل وماكينات متطورة وفق الأحدث تكنولوجيا تنضم إلى هذا الصرح الكبير في المنطقة الحرة للاستثمار، لتصبح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجهة وبوصلة للمستثمرين المحليين والأجانب والشركاء من كافة دول العالم. مناطق الحرة الخدمية والمناطق الحرة السلعية. بلغت المناطق الحرة الخدمية بتكلفة الصادرات الخاصة بها وما دخل إلى الاقتصاد القومي 5 مليار دولار ما بين عامي 2021-2022. أما المناطق الحرة السلعية فبلغت الصادرات منها 6 مليار دولار من نفس العام 2021-2022. إذن هي مؤشرات وفق تقارير البنك المركزي في كل أنحاء الجمهورية تقدم الخدمات والمراكز المختلفة التي تيسر على المستثمر الإجراءات الخاصة باستخراج التصاريح والموافقات اللازمة لإقامة مشروعه، سواء في الصناعات المتوسطة أو الصغيرة والمجمعات المتكاملة في كافة أنحاء الجمهورية. كان الزلط هنا الحجر هنا كنت براحتك، فانت ما تطلعش من دي. معجن النتيج وده بديه على طول الديزاين اللي عندنا بيصمموه للناس في الدرجة الإيطالية على الإسلام عندنا، بيصمموا الديزاين بتاع كل النتيج وبيطلع على طول هو ده أو بالطريقة الكلاسيكية اللي هو عن طريق الصياغة. بنعمل جزء بتاعه هنا بنحط كتير من المواد القوية سواء من الداخل أو من الخارج عشان تقوية الوش الحسابي.
عشان نتاكد ان هو واصل للمستوى العالمي ويقدر ينافس في البراندات العالميه. من ترابط النعل اللي وجهه الاحتفاء هنا الحقيقه المكنه دي بتخلي انه كان نظام واحد هيك بيحط 100,000 خطوه فبتوري فبالتالي بتشوف هل بعد 100,000 خطوه هل يحصل اي تغيير في المواصفات والاحتفاء ولا لا. هي عباره عن رابينج انها بتكحل في الحزام لمده 30,000 مره بنتاكد انه مش هيحصل اي تغير برضه في الوش او في
مشاهدينا الكرام، ويواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي جولته هنا في داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث ذهب إلى أكثر من جناح لمتابعة الصناعات المختلفة، وذلك تشجيعا للمستثمرين في مصر وفتحا لأفاق أرحب وأكثر لهذا الاستثمار في القطاعات المختلفة. يمثل القطاع الخاص، وبحسب تصريحات السيد الرئيس منذ قليل حين تحدث في مداخلته، أكثر من 70% من القطاع الاقتصادي والصناعي والاستثماري في مصر ليكون القوة الضاربة الحقيقية في الاقتصاد المصري. وحقا ولزاما على الدولة أن تساند هذا القطاع بكل ما يمكن من إمكانات ومن خدمات ومن قدرات تملكها الدولة تسهيلا لهذا الاستثمار ودعما له في قطاعاته المختلفة. ولعل قطاعات التكنولوجيا هي الآن القطاعات الأكثر جذبا للاستثمارات، ولذلك كان لزاما أيضا توطين هذه التكنولوجيا في مصر في مختلف ربوع مصر. فحين الحديث عن الاستثمار فهو الحديث عن المناطق الجغرافية المختلفة والمحافظات المختلفة، وذلك تحقيقا لهدف التنمية الذي تنشده الدولة وتوفير فرص العمل لأبناء هذا الشعب والإقلال من نسب البطالة بخلق فرص عمل حقيقية وواعدة. ولا يكون ذلك إلا من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات وفتح آفاق أرحب لهذا الاستثمار وتوطين البنية التحتية وتوطين الصناعات التكنولوجية وغيرها، وكذلك الاهتمام بالصناعات كثيفة العمالة جنبا إلى جنب مع استخدامات التكنولوجيا في الصناعات المختلفة. وظائف تبزغ جديدة تحتاج إلى عقول وأياد ماهرة، ووظائف أخرى ربما آن لها أن تكون دربا من الماضي. هذا هو حال العالم وحال الصناعات في العالم كله، ولذلك وجب استحداث عدد من الوظائف الجديدة التي تحتاج إلى تعليم مختلف. وربما يمثل التعليم التكنولوجي والتعليم الفني قوة ضاربة في قلب هذا النوع من التعليم. إن الحديث عن العلم والحديث عن استخدامه لهو الحديث الذي يجب أن يكون الآن، ويجب أن نركز عليه الآن بمختلف فئات المجتمع. فالهدف دائما واحد، الهدف هو الصناعة، والهدف هو الاقتصاد، والهدف في النهاية هو هدف وطني يشعر به المواطن من أجل صالحه وصالح الوطن. وليس ممكن الفصل بين المواطن ووطنه حين الحديث في هذا المجال. هذا بالطبع ما أكد عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من ربط المصانع المختلفة وتوجيه المستثمرين ليشمل العلم كافة الإجراءات والمناحي الخاصة بعمليات التصنيع من خلال المراكز البحثية المتخصصة. الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بها أكاديمية خاصة للتدريب لتنمية مهارات القائمين على إدارة الاستثمار، وكذلك تأهيل خريجي الجامعات والدارسين بالخارج، بالإضافة إلى دعم الشباب ورواد الأعمال. وصلت عمليات التنفيذ لهذه البرامج 105 من البرامج التدريبية والمنح الدراسية في عام 2021-2022. الهدف الدائم والسياسة العامة للدولة المصرية خفض الواردات، زيادة الصادرات، توفير العملة الأجنبية، وكذلك توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. فقد ارتفع صافي
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 53%، أي 7.3 مليار دولار من عام 2021-2022 بالمقارنة من نفس الفترة من العام المنقضي. قامت الهيئة العامة للاستثمار كذلك من طرح أكثر من 3700 فرص للاستثمار، وكذلك أراضٍ ومجمعات صناعية متكاملة ومرفقة جاهزة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، منها المناطق التي تم افتتاحها اليوم في ميد غمر وبنها. كذلك تقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالترويج للاستثمار في مصر واكتشاف فرص استثمارية مختلفة من خلال خريطة متكاملة تقدم للمستثمر الأجنبي والمحلي تحت عنوان فرصتك الاستثمارية. عمل دؤوب على أرض الواقع انعكست ثماره في ضبط حركة السكان وتأسيس مجتمعات عمرانية جديدة منتجة ومستقرة في مناطق كانت منذ أمد قريب تمثل رمالاً وصحراوات واسعة. وكذلك الحديث عن التضامن الاجتماعي والحد من الفقر وتوسع في إقامة منصات مختلفة على أصعدة متعددة تعليمية وإبداعية ورياضية وثقافية. انتهت مصر من تنفيذ نحو 14,762 مشروعاً قومياً عملاقاً بالتحديد، تبلغ تكلفتها التقديرية 2,207 مليارات جنيه، فضلاً عن 4,164 مشروعاً قيد التنفيذ بتكلفة تقديرية تبلغ 2,569 مليار جنيه. الجميع على قلب رجل واحد، الجميع هدفه الآن واحد. نتابع مشاهدينا الكرام مع حضراتكم بقية جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يتوجه الآن إلى معرض الصناعات ليتابع شرحا تفصيليا عن مجال جديد من هذه الصناعات، صناعات صغيرة وصناعات متوسطة، إضافة إلى شركات الكبيرة التي جاءت لتستثمر هنا في مصر. وتابعنا نموذجا من هذه الشركات وهذه الاستثمارات خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اليوم والتي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل. إذن يتفقد الرئيس هذا المعرض الآن لصنعاء نعمل طبس، نعمل قماش، نعمل بدل لكل العالم، نعمل أرمان. ده زي بتاع ناتد ايرلاينز، شركة طيران ناتد ايرلاينز بنعملها كلها، بنعمل لون فلوان، بنعمل شيء من الوسط عشان كده عشان بدنا في الفاشن كافي. احنا بنعمل كل البراندات اللي في العالم، بنعمل ماسيمو جوتي، بنعمل بريك بوكس براذر، بنعمل ارماني، بنعمل زينيا، بنصدر لكل بلاد العالم. لو حضرتك بنعمل القماش ده نوع من القماش، حضرتك زواق فبنعمل كل قماش القماش علشان فبنعمل غزل نسيج وصباغه وبدل ونصدر. تصديرنا في تصديرنا سنوي 150 مليون دولار، بنصدر في كل حته في العالم، بندبر لكل الماركات العالميه.
مارتن لوثر زينيا كله من الملوك، واحنا سعداء ان احنا قلنا سعدك ازاي في المؤتمر الاقتصادي حضرتك ان شاء الله في المؤتمر الاقتصادي قلنا سعدك في المؤتمر الاقتصادي ما عليك احنا طيب انا بحبك علشان ده وقت فيه جمال واحتفال طبعا اكيد عندنا خلل بس يعني نفضل في المؤتمر الاقتصادي طيب ان شاء الله نعمل مصنع جديد للتصدير لكياس العربيات عشان نتصدر بنعمل حاجات كويسه جدا عشان احنا بنعمل 300 مليون دولار مبيعات عايزين نطلع 600 مليون دولار مبيعات 6 مليار احنا 300 مليون دولار هنطلع ل 600 مليون دولار انا ما بعرفش اكسب
ربنا يحفظك. نعم. الموضوع ده طبعا. ان شاء الله يعني في شروطهم كلهم امريكيه. هم اللي هياخدوا الحاجه ولا منتجات؟ يعني هم عاوزين منتجات 100% بس احنا عندنا برضه في مصر 12% 15%. تفاوض طبعا على الشرق الاوسط. طب احنا منتجاتنا كلها طبعا يا فندم احنا بنصدر للزهرة وبنصدر للوجو وبنصدر للجوتشي. يعني احنا المنتجات اللي احنا بنطلعها كلها بنصدر لاسبانيا والبرتغال والصين. يعني انا هجيب انت بتحقق وصفه؟ طبعا مش كده؟ طبعا 100%. بس لو ده مهم ان احنا نطلعها ما تبقاش على قد المستوى. لا طبعا يا فندم احنا مستهدفين ان شاء الله يا فندم في المشروع الجديد اول سنه 250 مليون دولار كتصدير، السنة اللي بعديها ان شاء الله نوصل ل 350 مليون دولار. على المقاسات اللي موجوده في السوق عندنا في المصنع عندنا وبتبقى مده التوريد فوريه. فرق الرئيس ان في منتجات معينه هناك احتياج كبير قوي ليها نقدر نعملها موجوده، فعايزين ان احنا يعني تحت امر حضرتك الالمان مستعدين يعملوا التصريح اي حاجه عشان يدعموا. احنا استعملنا توسعات في المصنع في فبراير اللي فات الالمان وافقوا عليها ونفذناها عشان عارفين المشروعات الضخمه اللي الدوله بتنفذها دلوقتي، فمستعدين تماما. احنا عندنا الشيرمان بتاع روب بوم في العالم كله مستعد للتوسعه. طبعا الثانيه الترمبات عملاقه. طبعا احنا الترمبات عملاقه جدا، احنا بنوصل لغايه 3.5 ميجا وات في المصنع عندنا في السويس المنطقه الحره، بننتج ترمبات 3.5 ميجا وات ضخمه جدا حضرتك لمحطات الميه ومحطات المعجن. احنا جاهزين ومستعدين. شوف حتى اللي احنا مطالبنا الحاليه وننفذها لهم وننفذها يا سيدي. اتمنى ذلك. لا احنا مستعدين، الجانب الالماني معانا مستعد بيدفعنا بالتكنولوجيا. خلاص تمام احنا جاهزين. حجم محطات المعالجه والطرمبات اللي موجوده على مستوى الدوله على مدار السنين اللي جايه واحلالها وقطع غيرها يخليك تعمل اي استثمارات وانتهيت. يا سياده الرئيس الفتره دي فتره نمو الاستثمارات، نقدر نبني صناعه في الاحتياجات المحليه. يبقى هيتعمل ان شاء الله تطور تنسيق عشان الموضوع نشوف. كان هم عندهم ان احنا لغايه دلوقتي ما كملناش. احنا بنعمل التكنولوجيا بالكامل يا رئيس. ربنا يوفقك. شكرا جزيلا. شكرا. صناعه السيارات والصناعات المتغذيه. في الاربع سنين اللي فاتوا فندم عملنا مجموعه صناعيه في مصر مكونه من 8 مصانع 12000 عامل، اكبر شركه اجنبيه في مصر من حيث عدد العماله واكبر شركه اجنبيه منطقه حره مصدره بجمهوريه مصر العربيه لسنه 21. وان شاء الله يعني بدعم المستشار محمد ومعالي رئيس الوزراء وسيادتك فندم هنعمل اكبر مصنع في العالم. مضينا اتفاقيه مع المستشار محمد شهر 6 اللي فات، اكبر مصنع في العالم لانتاج الضفائر الكهربائيه والسيارات على مساحه 150 الف متر مربع، صادرات 500 مليون يورو و10000 موظف. الله يبارك في عمرك يا فندم. شرف حضرتك يا فندم. الله يخليك يا فندم.